مشوش غير مع المركز الاول، غير مع المركز الاول محمد بن صالح بن سالم آل نابت المري مع المركز الاول مع الشوط الرئيسي مع اول اشواط القعدان. الاجداع سلام يا مالك مشوش، سلام على هذا الفوز. محمد بن صالح آل سعد تستاهل فوز مشوش واختطاف للشوط المفتوح القعدان وتسجيله ايضا افضل توقيت، ما شاء الله متميز في اللقايا وفي الجداع يا ابو صالح. تستاهل خير وعافيه، الله يطول عمرك على كل حال. السنه هذه مبدع يا ابو صالح. الحمد لله رب العالمين، توفيق من رب. شعار السعد من بدايه الموسم ما شاء الله تبارك الله، نجم القعدان. بدايه خير ان شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. افضل توقيت اليوم، يعني دائما الواحد اذا اخذ الشوط الرئيسي يكون مستانس، لكن تكمل الناس اذا كان افضل تيم وفارق عن باقي الحلال. الحمد لله رب العالمين، صحيح. كم جابه اليوم؟ جاب 6 و3. نعم. واقرب تيم له؟ اقرب تيم 6 و6 حسب الظهر. مبسوط اليوم انت يا ابو صالح؟ الحمد لله رب العالمين. السبق وكسر التيم يعطيك دفعه معنويه. ناموس بحد ذاته في الميدان هذا. نعم. يعني شيء كذي. ميدان التحدي. نعم ميدان التحدي. ميدان صعب يا ابو صالح؟ نعم صعب. صعب ولا يسبق فيه الا شبك. نعم. هذيك. انت السنه مغير البرنامج، جايب لك مطايا سبق ما شاء الله. المطايا سبق من العام بتنافس على السيارات. نعم. الحمد لله رب العالمين. بس السنه هذه في المقيض اشتغلت صح يا ابو صالح؟ اللي ما يشتغل في المقيض ما ياخذ مرتها صفري. ثبت على الخطه هذه يا ابو صالح. ابشر بالخير ان شاء الله. زين. عطنا سلاله القعود الله يهنيك. سلاله القعود ولد براق عشريم، امه مجانا منتج. زين، انت المحلي الجاي على الابواب، واكيد انك مضغوط لانك سابق اشواط رئيسيه وعليك حمل، يقول لك الوصول للقمه سهل ولكن المحافظه عليها صعب. ابو صالح الله يهو. نتمنى لك التوفيق. نتمنى لك التوفيق والله وانك تستاهل، لكن هل راح تثبت الخطه هذه، الخطه الهجوميه اللي هي اكتساح الاشواط الرئيسيه، ولا بتهدي الوضع ونشوفك فيما بعد؟ لا ما في هده، يعني ان شاء الله بنسويه الباقي على رب العالمين. الله يوفقك يا ابو صالح وتستاهل، يعني خطتك باقي الى باقي الموسم ان شاء الله هجوم. ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك ان شاء الله، وهذا الفوز انه مسلم تهدي. وياك، هديه لصالح بن سالم سعد الوالد، وهديه لمنتجه خالي سعد بن محمد الضعيف. يستاهلون الربع وانت تستاهل، وبيض الله وجهك وجعلنا موسم دايم. وقبل ما اختم معك بس، يمكن ما اخذنا منك سلاله القعود اللقيه، لو تعرفنا على سلالته. سلاله القعود اللقيه ولد رعد بطشان. نعم بطشان يامي. اخذ الشوط المفتوح ولا؟ نعم اخذ الشوط المفتوح. تستاهل يا ابو صالح، وجعلها نومي دايم، وشكرا جزيلا على هذا الحضور. بيض الله وجهك. تستاهل خير وعافيه.